يوقع طلع يجب هناك من يعطي هذه الأصوات لمرشحين أو لكيانات. طيب في الغرب من المركز الانتخابي لم تحدث فيه ربما لم يحدث فيه خرط بالنسبة لي على مستوى المرشحين على مستوى الأحزاب والاختلافات. قبل الصمت الانتخابي لم يحدث لدينا أي خرط. لو لديك أهلا سيدي. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، تحية طيبة لكم أينما كنتم مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية. تغطيتنا لهذا اليوم حول التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية من الجيش العراقي والحشد الشعبي الذي يشارك لأول مرة في التصويت، وكذلك الشرطة المحلية والقوى الأمن الداخلي وبقية التشكيلات والصنوف، حيث الكل يشارك في هذا العرس الانتخابي من أجل الإدلاء بصوته لاختيار من يمثله في مجلس محافظة نينوى. فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام، اليوم تغطيتنا حول التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية بكافة تشكيلاتهم. معنا الآن مسؤول مدير العلاقات والإعلام في المفوضية العليا في محافظة نينوى، سوف يتحدث لنا عن التصويت الخاص في مدينة الموصل. نعم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ، ممكن تحكي لنا عن اليوم التصويت الخاص في مدينة الموصل؟ نعم، بعد الاستعدادات والتحضيرات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم نشهد العرس الانتخابي الأول من خلال التصويت الخاص. 100,000 ناخب للتصويت يمثلون الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي في 49 مركز اقتراع ومقسمين إلى 234 محطة منذ الساعات الأولى، منذ الساعة 7 صباحا بوجود مراقبي الكيانات
الكيانات ووكلاء الكيان السياسيه ومراقبي المنظمات والاعلام، يمشي يعني تسير الامور بشكل طبيعي وبانسيابيه عاليه، ولا يوجد لدينا اي خرق او اي ضغط على الناخبين لاختيار من يمثلهم. الاجهزه تعمل بشكل طبيعي، وننتظر ان شاء الله نسب المشاركه في الدقائق القادمه ان شاء الله. نعم، هناك اقبال كثيف من المنتسبين من كافه الصنوف والقوات الامنيه. لماذا هذا يعني من الاقبال خاصه على مراكز، خاصه في مركز مدينه المنصوره؟ مثل ما تعرف انت الجيش دائما هو يعني ترتيب بشكل افضل، مرتبين متهيئين لهذا العمل والاقتراع بشكل خاص. اليوم بوجود الحشد ومكافحة الارهاب والداخلية والدفاع يرون انه هذه المشاركة هي يعطون صورة للناخبين من الاقتراع العام انه مشاركتهم ستكون مشاركة ديمقراطية، مشاركة بصوت آمن، لا يوجد هناك خرق للأصوات، لا يوجد هناك تسريب للأصوات اللي موجودة. فاليوم من خلال مشاركة التصويت الخاص أو المنتسبين هو رسالة اطمئنان للناخب بمشاركته في التصويت العام. نعم، في كافة قواطع سواء كان غرب نينوى، جنوب نينوى، شرق نينوى، شمال نينوى، هل كل المراكز حاليا تجري بالانتخابات بسلاسه بهذه كما موجودون؟ نعم نعم نعم، في كل المراكز 49 مركز اقتراع في عموم حضنا لم نشهد اي خرق او اي عطل في الاجهزه، الامر يمشي بشكل طبيعي جدا وبانسيابيه عاليه وبفرح يعني كبير جدا من قبل الموظفين، لانه الموظفين اليوم تعبوا من روح من خلال عملهم الكثيف وعملهم الدؤوب من خلال هذه المراجعات. لديكم إجراء لأول مرة تستخدموا كاميرات المراقبة داخل المحطات، لماذا وكيف هذا الإجراء؟ بعد انتخابات 21 واستخدامنا للأجهزة والبطاقة البيومترية، ولم يسجل على المفوضية أي شكوى، إذا كانت الانتخابات جيدة جدا. ولكن اليوم وحتى لا يكون هناك أي أمر أنه تزوير وتلاعب وغيرها، فكانت الكاميرات موجودة بالرغم من النجاح اللي كان بال21، الكاميرات موجودة لتراقب صوت وصورة في كل محطة، هناك كاميرتان وأيضا وجود 4 كاميرات في مركز الاقتراع. دعوتكم للتصويت العام للمواطنين؟ نأمل إن شاء الله من خلال توزيعنا لأكثر من 87% من البطاقات البيومترية أن نشهد مشاركة واسعة من قبل الناخبين في التصويت العام، وخاصة عندما يكون هناك اطمئنان لهم بأن أصواتهم بأمانة، أصواتهم لا تذهب إلى المرشحين أو الوكلاء الذين لم يصوتوا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم العرس الوطني يوم الاقتراع الخاص باشرت كوادر قيادة عمليات نينوى الحي الشعبي بكافة تشكيلاتها بالمشاركة الفعالة في يوم الاقتراع الخاص، هذا الكرنفال والعرس الوطني وهذا الكرنفال الذي يجب على العراقيين أن يشاركوا فيه بكونه يرسم ملامح لمستقبل زاهر ومستقبل زاهر لجميع أطياف الشعب العراقي.
نعم، هل أدليتم بأصواتكم وكيف كان إجراءات؟ طبعا الأجهزة الأمنية ومن ضمنها الحشد الشعبي الحمد لله جرت عملية التصويت الخاص بكل انسيابية وحيادية، وهذا دليل قاطع بأن جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي يمارسون حقوقهم الدستورية من دون تأثير ودون تأثيرات جانبية، عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام التي تريد تعكير صفو هذه الملحمة الوطنية وهذا العرس الوطني. نعم، لأول مرة الحشد يشارك في التصويت الخاص، كيف هي شعوركم أنتم خاصة المنتسبين للحشد؟ اليوم الحشد الشعبي والحمد لله مؤسسة عسكرية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، حالها حال بقية الأجهزة الأمنية، لها حقوق ولها واجبات ولها أمور تريد أن تثبت بأنها حامية وستبقى الدرع الحصين لبلاد الرافدين، حالها حال بقية الأجهزة الأمنية. وكما تشاهدون بأن المشاركة في الاقتراع الخاص هو دليل على هذه الجهود التي رسمها أبطال الحشد الشعبي بفضل تضحياتهم وتلبيتهم لنداء الفتوى المباركة. هل أكو ضغوطات على المنتسبين اختيار شخصية مناسبة؟ طبعا الضغوط مثل ما أسلفت بأن جميع التأثيرات الجانبية التي هولت لها بعض وسائل الإعلام التي تريد تعكير صفو هذا الكرنفال وهذا العرس الوطني باءت بالفشل، والحمد لله أدلوا أبطال الحشد الشعبي والآن يمارسون الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وحق دستوري حالهم وحال بقية الأجهزة الأمنية الموجودة في محافظة نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدأ التصويت الخاص لمنتسبي وزارة الداخلية والدفاع وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى في الساعة 7 صباحا. في الساعة 6 سيكون موعد انتهاء التصويت الخاص. الأمور تجري بانسيابية عالية مثل ما تلاحظون في كل مراكز 49 في عموم محافظة نينوى. الأمور إن شاء الله بانسيابية عالية تتم، وإن شاء الله العرس الديمقراطي يتم اليوم في التصويت الخاص، وهو بداية أول خطوة في بداية الانتخابات إن شاء الله تلحقها إن شاء الله التصويت العام إن شاء الله بعد بكرة. ندعو من أهلنا في محافظة نينوى والإقبال على الانتخابات لعدم إضاعة الفرصة في هذا العرس الديمقراطي. شكرا. نعم، هل حدث أي هناك مثلا خروقات مثلا تجاوز مثلا؟ لا، أولا لا توجد خروقات، الأمور وضعت في خطة أمنية محكمة ضمن ممارسات مسبقة قبل شهرين أو ثلاثة إحنا مارسين على هذا اليوم. الأمور تمشي بسلاسة وبصورة طبيعية، وإن شاء الله تتم الأمور مثل ما العرس الانتخابي حاليا في الموصل وجود منع تجوال وكذلك الذهاب المنتسب بكل حرية لاختيار من يمثله، كل هذه المؤشرات على ماذا يدل؟ هذا على الوعي التام. اليوم محافظة نينوى تشهد وعي تام، في خصوصا انه هذه العملية ليست الاولى، يعني منذ عام 2003 الشعب يمارس العملية الديمقراطية. اليوم في السابق كان اكو حظر تجوال واكو تعقيدات في بسبب الظروف الأمنية، اليوم الظروف الأمنية جيدة جدا، المواطن ممكن يروح من بيته يصعد سيارته يروح المركز الانتخابي ينتخب ويرجع بدون حظر تجوال، وكذلك المنتسب وكذا اي مكان في نقطه في محافظه نينوى تجري الامور بانسيابيه وفي امن وامان ان شاء الله. هل المراكز الانتخابيه مؤمن في يوم التصويت العام وخاصه انتم مسؤولين عن الملف الامني في الموصل؟ نعم نعم نعم، مؤمنه ومؤمنه بطوقين لوزاره الداخليه وطوق لوزاره الدفاع، والامور تجري وفق خطط موضوعه وممارس عليها، وان شاء الله الامور تمشي مثل ما
ريد وان شاء الله وفق خطه امنيه معينه. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الساعة 7 صباحا بدأت عملية التصويت الخاص. عدد الناخبين 100,000 ناخب، عدد المراكز الانتخابية 49، عدد المحطات 234. اليوم كل المراكز الانتخابية مفتوحة في عموم محافظة نينوى بالنسبة للتصويت الخاص. القوات الأمنية تطبق الخطة الأمنية بشكل كامل، كل المراكز الانتخابية مؤمنة، وهناك إقبال كبير وانسيابية جيدة من أجل التصويت لمن يرونه مناسبا. كذلك لحد الآن لم تسجل المفوضية أي خرق في عموم محافظة نينوى. وبالنسبة للتصويت العام هناك ستكون بعض التعليمات التي من أجلها اتخاذ التدابير الاحترازية لإنجاح هذه الممارسة الديمقراطية. بصراحة مجلس المحافظة هو حق دستوري، كفله الدستور، فإن شاء الله سيكون للمجلس القادم دور كبير في رسم السياسة العامة لمحافظة نينوى من أجل الظهور بصورة أبهى وتقديم أفضل خدمات للمواطنين. والحمد لله اليوم تلاحظ هذه الأجواء يعني أجواء فرحة جدا، أهالي المحافظة عليهم البسمة. القوات الأمنية تلاحظ أنها منذ الصباح الباكر باشرت في ممارسة حقها الدستوري والقانوني في التصويت الخاص. تلاحظ القطاعات الأمنية بكثافة كبيرة جدا في هذا المركز وفي عموم المراكز اللي منتشرة في المحافظة. القوات الأمنية لها تضحيات كبيرة في من أجل أنه وصول إلى هذا اليوم. إحنا كما تعلم محافظتنا استبيحت من قبل عصابات داعش، واليوم هي المحافظة الأولى في تحديث بطاقات الناخبين. إن شاء الله يتوج هذا النصر وهذا الممارسة الديمقراطية في إكمال التصويت العام. قطاعاتنا كلها على أهبة الاستعداد من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين. اليوم الأمن هو أمن مجتمعي وليس أمن سلاح وغيرها. تلاحظ القوات الأمنية اليوم لها عمل كبير، كانت لها دور كبير في توعية وتثقيف المواطنين على المشاركة في الانتخابات وكذلك تحديث بطاقات الناخبين. اليوم هو هذا الممارسة الديمقراطية تمت بكل سلاسة وبكل وضوح، لا يوجد هنالك أي قطع أو حظر للتجوال. الدلالة هناك عدم منع التجوال على ماذا تدل وماذا تشير، يعني خاصة نحن للمرة الثانية أيضا في الانتخابات مجلس النواب أيضا لم يكن هناك أيضا منع تجوال. هذه الأوضاع الأمنية المستتبة في مدينة الموصل بالتحديد إلى ماذا تشير؟ تشير أنه
هو الأمن، هذا نعزوه إلى الأمن. الحمد لله المواطن على ثقة كبيرة، صار المواطن هو جزء من الأمن اللي مفروض في هذه المحافظة. احنا من خلال عملنا في الشرطة المجتمعية استطعنا أن نوصل المواطن مع القوات الأمنية. المواطن هو رقم الأول في الأمن في هذه المحافظة، ولازم يكون هذا التتويج يكون بدون أي ضغوطات وبدون سلاسة. ممكن أنه في أي منطقة يأتي بسيارته وينتخب ويرجع، وكذلك أجهزة المواصلات وغيرها من الهاي موجودة أنه تصل إلى هذه الأماكن اللي هي لمراكز للناخبين. إن شاء الله هذا أعزوه إلى الأمن الأمان اللي موجود في هذه المحافظة، اللي هي توج أنه أكثر محافظة فيها تحديث بطاقات الناخبين. نعم، التصويت حاليا للمنتسبين، هناك اشاعات بان هناك ضغوطات على المنتسبين اختيار شخصيات محدده، هل لامستم هذه الاشياء؟ هل هناك هذه في القوات الامنيه؟ طبعا هذا الشيء ما موجود جدا. احنا في وزاره الداخليه اي واحد اساله ممكن انه يجاوبك هذا الجواب. هنالك اشاعات هذه تطلقها من هنا وهناك، هاي ليس لها صحه في انه وجود ضغوطات على القوات الامنيه، بالعكس ان مواطنينا وقواتنا الامنيه بكل سلاسه احنا عملنا على المواطن. اليوم هو واعي جدا من هذه الممارسه انه اختيار ممثليهم، ولكنه انا اقول لك جمله وتفصيلا لا يوجد هكذا شيء بالنسبه لقطاعات وزاره الداخليه والقوات الامنيه الاخرى. لماذا شاركت في الانتخابات؟ أولا المشاركة في الانتخابات هو أختار ممثلين للشعب حتى يكونون قادرين على الأمن والأمان وفرض الأمن. اليوم هو الممثل اللي راح يكون يقدم لي خدمة للشعب وللمواطنين. يجب أن نختار العناصر الجيدة التي لها باع طويل والكفوءة في خدمة أهالي محافظة نينوى. بماذا تنصح الأهالي في التصويت العام؟ اليوم التصويت الخاص سوف ينتهي، التصويت العام. التصويت العام أنصحهم أنه المشاركة بكثافة في الانتخابات والخروج لاختيار ممثليهم. عندما لم تخرج من بيتك راح يجي آخر يأخذ دورك وحقك ويفرض عليك مرشح. هذه الديمقراطية اللي نحث عليها لازم يكون المواطنين يشاركون، نساء رجال شباب، الخروج واختيار ممثليهم بصورة صحيحة. مو بعد فترة أنه يحكي يقول هذا الممثل كذا وهذا غير شيء، لا، إحنا نريد أنه هو يشارك ويختار ممثليه حتى لا يكون لهم كلام ثاني بعد الانتخابات والنتائج اللي تظهر. حقيقة الأجواء الانتخابية حقيقة تبعث يعني حقيقة شعور بالأمن والاطمئنان، وشعور يبعث على السعادة من عندما ترى هذه الجموع الكبيرة من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية بمختلف الصنوف والتشكيلات، وقد أتت ومنذ بدء الساعات الصباح الأولى للمشاركة في عملية التصويت الخاص. حقيقة هناك تنسيق عالي بين جميع القطاعات الأمنية العاملة في محافظة نينوى من أجل تأمين سهولة وانسيابية وصول كافة المشاركين في عملية التصويت الخاص من أجل اختيار من يمثلهم بانتخابات مجالس المحافظات. نعم، بقية القواطع سنجار، تل العفر، تل كيف، وانا، سهل نينوى، غرب، جنوب الموصل، كيف تجري الانتخابات؟ حقيقة تجري بكل انسيابية وسهولة وأمان. هناك تنسيق عالي في عموم الأقضية والنواحي لمحافظة نينوى وفق الخطط الأمنية المرسومة لها، تنسيق عالي بين قطاعات الجيش والشرطة، كل حسب قاطع المسؤولية. هل هناك ضغوطات تمارس على المنتسب من أجل إدلاء بصوته لقائمة معينة؟ هناك حرية في الاختيار؟ بالعكس، توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم
عدم الضغوط أو التشويش على أي منتسب. هناك حرية تامة لكافة ضباط ومنتسبي قيادة شرطة نينوى للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بشكل يعني حرية شخصية وعدم التدخل بمثل هذه الأمور. في مراكز الانتخاب حاليا المتواجد في مركز مدينة الموصل تحت إمرة شرطة العسكر، يعني من قيادة الجيش العراقي أم من؟ هناك طوقين لوزارة الدفاع وطوق داخلي لقيادة شرطة نينوى. هل كل المنتسبين يعني مشمولين بتصويت الخاص هنا في الموصل؟ كل حسب يعني حسب يعني محل عمله. يعني احنا عندنا منتسبين من غير محافظات يعملون في محافظة نينوى، ظهرت اسمائهم حسب يعني القرعة او حسب التنسيق مع مفوضية الانتخابات. وكما ترى يعني عندنا منتسبين من الجيش من الحشد الشعبي من غير محافظات، وهم الآن يشاركون باختيار من يمثلهم من باقي المحافظات. يعني نعم، من باقي المحافظات. شكرا جزيلا سيادة العميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذا اليوم الانتخابي، يوم الاقتراع الخاص، قام مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة نينوى بالقيام بجولة ميدانية في هذا المركز الانتخابي. بالتأكيد أن الانتخاب هو حق من حقوق الإنسان، وهو يعتبر صورة أساسية للمشاركة السياسية في شؤون الحياة العامة، لها تأصيل دولي ولها تأصيل وطني. دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحديدا في المادة 20 نص صراحة على ضمانة هذا الحق من خلال نص هذه المادة الدستورية، أن الرجال والنساء لهم الحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة والمشاركة السياسية من خلال عملية التصويت وعملية الترشيح وعملية الانتخاب. نحن كالمفوضية العليا لحقوق الإنسان نقوم بمراقبة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، ما قبل الانتخاب، انتخابات من خلال الدعاية الانتخابية وعملية الترشيح، وأيضا في يوم الاقتراع الخاص والاقتراع العام، وكذلك ما بعد الانتخابات من خلال عمليات نراقب عملية العد والفرز وإعلان النتائج. بالتأكيد كل هذا يصب من خلال عملية ضمان حقوق الإنسان بصورة خاصة في محافظة نينوى وبصورة عامة في العراق جميعا. كيف تسير الحظات؟ والله حاليا اليوم شهدنا يعني عملية إقبال واسعة في يوم الاقتراع الخاص، الإقبال كثيف جدا لدى هذا المركز الانتخابي، وهذا مؤشر جيد صراحة لهذه الممارسة الديمقراطية، ينم عن رغبة حقيقية لسيادة القانون ورغبة حقيقية في اختيار الأمثل والأصلح للشعب العراقي.
ياسر سجل الحالة يا تخطى عشان ياسر يبصم يلا ابو فلان منذ الصباح الباكر وكوادر المفوضية تعمل منذ الساعة 7 صباحا وحتى اللحظة على قدم وساق في استقبال المصوتين التصويت الخاص، وبلغت الأعداد حتى اللحظة ما يقارب 1150 مصوت. توجد بوسترات دلالية تدل الناخب على كيفية التصويت في المحطة. الإقبال يعني نسبة جدا مرضية، ونتوقع زيادة في الأعداد في توافد القوات الأمنية تباعا. مركزنا الأندلس في حي الشرطة، الأندلس 1333 في حي الشرطة. ليس بطء في الأداء، الجهاز يحتاج إلى بضع دقائق لإتمام الناخب الواحد، فضلا عن أنه بعض الناخبين لا يعرف كيفية التصويت فيتأخر يأخذ من هذا الوقت، والأعداد عالية جدا. يعني بالنسبة للتصويت العام شو راح تكون آلية العمل؟ نفس الآلية بس تكون أوسع، يعني على مستوى محطات أكثر. شنو تنصح المنتسبين وكذلك الاهالي؟ والله ننصح المنتسبين بالتعاون مع الكوادر المفوضيه وعدم يعني التجمهر في على المحطه الواحده. ننصحهم انه يتعاونون وينظمون طابور يعني منتظم من اجل استيعاب اكبر عدد ممكن. شكرا جزيلا. نعم، أنت كمنتسب حاليا في داخل أحد مراكز الاقتراع، كيف وجدت العملية الاقتراع؟ العملية ناجحة جيد جدا، استقبالهم نشكرهم، النظام كل واحد سايده، ماكو أي تأخير، والبالك أنت اللي تريده، أنت مصر علي أن تنتخبه، موجود الغامة، ماكو أي ضغوط، ماكو أي شخص يقول لك مثلا تعال انتخبه فلان وفلان، تعال أنت حسب رغبتك يعني، والأمور جارية إن شاء الله، وإحنا نطينا صوتنا للي يستاهل. يعني الصوت اللي انطيته اياه اللي يستاهله بمحافظتي وبناحيتي ابن حمام العليل، فانطيت صوتي اللي يستحقه، وان شاء الله الامور جاريه والامور مستقل. ونشكركم على مبادرتكم هذه، انتم هم تعبتوا ويانا يعني الصراحه، وشكرا. ماكو اي اشكال. عمليه الانتخابيه هل كان سلسه؟ هل كان يعني اكو عراقيل ام لا؟ لا لا ماكو اي عراقيل، الامور هي منظمينها يعني مستاهلين ويانا ويعرفون احنا مثل ما احنا نريد لقينا يعني. ممكن نساعد على حرف الأمجدية، وماكو أي تأخير، وتساهلوا ويانا حيل يعني. وش تأخرت بالتصويت؟
قلت تقريبا ساعة ونص هيك. انت لازم احنا من جينا احنا لازم يعاد جزء لقي تاخير جزء ما لقي تاخير حسب فماكو اي تاخير ساعة ونص يعني انا كنت اخر واحد يعني من السولف لك ساعة ونص تاخر الساعة ونص و... اشوف بالمنتسبين يعني مقبال كثيف على المراكز الاختراع شنو السبب شلون يعني يعني للمنتسبين اكو يعني مقبال كثيف على المراكز الاختراع شنو السبب احنا ماكو احنا نريد ننطي صوتنا للي يستحقه تدري احنا صارت لنا عبر صارت كنا كثيره فكلها تهيئه المنتسبين ماكو جروبات بيناتنا يعني ومو كل من يعني حسب رغبته مو شخص مثلا فاكو جروبات كلها يعني انتجت على الانتخابات ما ظل ولا منتسب ما انطى صوته فهي راح تظل المغرب يعني اكو شفتات احنا شفت جينا وشفت ظل فاحنا راح نروح راح نبادلهم راح يجون شفتات يعني ما يظل واحد اذا ما ينتخب منتسب شنو شعورك من اختاريت احد يعني من المرشحين لك على حسب رغبتي وحسب توجيهي علي انه انطيت صوتي للي يستحقه طيب صوتي شعوري فرحان وان شاء الله نريد نفرح ازود وازود للاجيال القادمه ان شاء الله شكرا جزيلا لك تقرير راح يطبع دقيقه لحظه بس يطبع التقرير منتصف نعم والله اليوم تدري بعد احنا في محافظة الموصل هذه المحافظة المعطاءة صراحة يعني التي ضحت القوات الأمنية يعني من أجلها فاليوم شوف محافظة الموصل في صناديق الاقتراع يعني القوات الأمنية نشوفها اليوم يعني في حالة حماس لأن تعرفون اليوم احنا اليوم في صراع اليوم صراع من أجل أصلح صراع من أجل أفضل وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في اختيار الشخصية الأفضل في كل مكان أنت من وين جيت صوتت من ياما؟ والله احنا تعرف من محافظة البصرة من الجنوب بس اليوم تعرف كوننا احنا جهات أمنية في محافظة الموصل صار انتخابنا ويعني واختيارنا للناس اللي نرغب في وجودها لإصلاح في هذا البلد انه بالموصل ننتخب والحمد لله والشكر وجدنا الاجواء يعني صراحه اجواء مهيئه للناس اللي ان شاء الله انتخبناهم الاصلح شنو شعورك انت كمنتسب اختاريت اللي تريده والله تعرف حاليا اليوم شعوري كانسان اداوم في هذه يعني مؤسسه بالدوله اتوقع انه اليوم الشعب جاي يغير والتغيير دائما للإصلاح أعتقد يعني راح ينهض بلدنا إن شاء الله. نعم هل أثناء انتخابك أكو ممارسات مثلا ضغط عليك تختار مثلا جهة معينة وحسب كان رغبتك؟ لا 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 بالعكس الأجواء اللي موجودة في محافظة الموصل أجواء ديمقراطية بدون تدخل أي جهات أو ناس سياسيين اليوم إحنا جاي ننتخب الأصلح. ايضا نريد من عندك كلمه ايضا المواطنين يوم التصويت العام واللي سوف يتوجه في 18 شنو والله اتمنى لكل مواطن عراقي انه اليوم صوته يوصله بصوره صحيحه ودقيقه لان اليوم احنا في حاله صراع الصراع من اجل الافضل والافضل للبلد والافضل للخدمات والافضل في اصلاح بلدنا وصلاح انفسنا الصراحه نعم شكرا جزيلا لك نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل كما استمعتم اليوم هنا الكل منتسبين وقيادات أمنية الكل يشاركون في التصويت الخاص من أجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس المحافظة ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم نستودعكم وإلى اللقاء اللي واجه اللي واجه